تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم موصول إليكم واحتراما. السادة الأفاتارات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، ومساءكم طيب بكل خير وبكل مودة وترحاب. كيفكم جميعا؟ كويس؟ ما أعرف، لكن يبدو لي أنه بقينا عندنا مشكلة في التوقيت. يعني أنا قلت إنه حنلتقي 9، كويس، و10، وأنا قاصد 10 و10، ما عارف طوالي بتقص فيها، يعني ما عارف هنا الحاصل شنو. كيفكم أنتو؟ أول تعليق يوسف موسى، يوسف سليم بيقول هلا أهلا يوسف. عثمان الزول الثاني، عثمان وتحسون مرحبا بك، أنت اللي قدام برضك. والثالث برضو سالم مرحبا بك، وعمور الأمور، ومرحب حسين. علي بيقول لي اول شير. تسلم يا علي، مسار كتر خيرك، ومرحب بكل الشباب المعز، ومرحب اسلام، الشوق ليكم برضو. تسلم كمال، وحافظ كيف الاحوال، بخيت احمد مرحب بكم، والله خرفنا صحيح، عجزنا كله كله كويس. فمساكم سعيد يا جماعه، وكثير من القضايا يعني عامله جوطه في الشارع العام، حبينا نتونس معاكم شويه. كويس، كثير من القضايا عاملة مشاكل في الشارع العام، وجوطة ولغط ورأي عام، كويس، بشكل كبير. لو مسكنا أقرب مثل بناخد الليلة كان من الأمين، بيقول لي الصوت ما واضح، الصوت عندكم ما واضح، كويس، هل الصوت واضح ولا لا؟ الصوت الآن واضح؟ طيب، سمعت لي صوت شبهته كده بالرصاص او هو رصاص تماما؟ طيب، اها، قال الليلة وانا وقهوة. تسلم يا سليمان، الصوت عندكم واضح؟ لانه سمعت لي صوت بتاع 3 رصاصات، يعني على مستوى شوية مبتعد، فقربت اقول لكم يا جماعة انتوا سامعين صوت. يا بشير، لا حول ولا قوة يا اخوانا، والله بشير ده يمكن ما تلاقينا، ما بعرف، بس من الفيسبوك. الله يا بشير ده متعبني لك تعب في الدنيا. لو نزلت منشور قلت يا جماعة بكرة العيد، بيقول لي يا زول الجسم الشبابي وينه؟ لو قلت يا اخوانا كيف اخباركم ان شاء الله تمام، بيقول لي الجسم الشبابي وينه؟ بالمناسبة امبارح، وحقيقي جدا يا بشير، حي الغيرة دي فيك، كويس. حامد النصر بتتاوج مالك فوق ظاهر لي ذاك يا هو يشاهد الان. امبارح حصل لي موقف غريب قبل ما ندخل في موضوع مدني، جايك لموضوع مدني يا حامد، كويس. امبارح حصل لي موقف غريب جدا، يعني استغربت فيه. والموقف ده لما يحصل لي، لما اعمل الحاجه دي، ما يعني بيحصل تهرب، كويس. اقرب مثل، امبارح في زول، نحن ماشيين على مستوى الشارع امنين مطمئنين، ففي زول كده شايل له شنطه عامله زي تمكنا، ها، وجاي ماشي في امان الله، فلاقاني وقفني كده حايل لي مسافه، قال لي يا اخي انا مشبهك، انت منو؟ كويس، قلت له والله غريبه. قال لي اسمك منو؟ فسكت شويه. يا اخوانا انتوا في حاجه حاصله في ام درمان ده؟ شنو ده؟ ناس يقولوا كبرت قفل، ناس يقولوا ما عارف ليك في جوطه، ما عارف في مظاهرات، في شنو، في حاجه يا جماعه؟ والله انا جيت مرهق من المغرب، يمكن ما طلعت في حاجه يا جماعه، كويس. سالني قال لي انت اسمك فين؟ سكت. قال لي مين انت؟ والله الصوت ده يبدو لي واضح عندك انت، في زول حريه وتغيير قاعد يتكلم جنبك معنا، انا متاكد، كويس. قلت له يما تمام. سكت، داير اشوف، لانه النوع الجاي يهاجمك ده من النظره بتعرفه يعني بالسهوله شديده، فعايمت. فجنبي قال لي اسمه احمد الضي، كويس، قربت له مرتين، كويس، قال لي اسمه احمد الضيب، عينه المعزل جميل جدا يعني صديق. فالزول قال لي يا اخي انت احمد الضيب؟ قلت له اي. عين لي مسافه في عيونه، في كلام داير يقوله وما قادر، مشى كم متر كده بعد اطمأن انه مشينا مسافه، تقول شايلني، شايفني شايل سيف علي الكرار، كويس، تقول شايفني. بعد مشى مسافه اتلفت كده واطمأن انه قرب خلاص يدخل الحته اللي هو داخلها، قال لي احمد الضيب الباع الثوره. انا انت ليه قمت ضحكت طبعا؟ لانه لو نلقى زول كبير ومغيب والله بتضايق، كويس، ممكن نتقبلها من زول مراهق،
لا يزال كبير يعني 50 60 وتكون مغيب، دي مشكله. فاتلفت عليه، المشكله الكلام ده قاله بعد ما خلاص دخل على مستوى الله. فاتلفت عليه وقلت له: احمد الضي المساكين الباع الثوره بتاعت النخب واشترى ثوره الهامش. قال لي: باع الثوره؟ قلت له: باع الثوره ولا وقع على فض الاعتصام؟ من وقع على فض الاعتصام؟ قال لي: لا انا بس اتكلمت معاك انت. قلت له: لا لا لا، العداله لا تتجزأ، زي ما جيت حكمتني انا بمزاجك انت وبظلمك انت، خلاص تعال وريني الوقع على فض الاعتصام منه. فالرجل دخل بيته يعني البتة، يعني ما قدر يقول اي كلمه. انا ملاحظ في كثير من الناس بيجي يهاجمك: انتوا، تساله تقول له: طيب من الذي وقع على فض الاعتصام؟ ما بيقدر يجاوبك، ما بيقدر ولا بيقدر يناقش معاك الموضوع ده. كويس، دي نقطه. النقطه الثانيه، كويس، ملاحظ انه كثير من الناس بيغيب عنهم الوعي في انه جريمه زي فض الاعتصام، كارثه زي فض الاعتصام، تحصل بعسكر براهم. خلاص براهم، يعني ناس يشربوا شاي كده، يصحى شمس الدين الصباح، برهان كيف ياسر العطر ليلهم فض الاعتصام. ما في كلام زي ده في العالم قاعد يحصل، ما في جريمه زي دي بترتكب خلاص ما لم تكون في حاضنة سياسية. يا سادة المجد الكرام، أنا بقول الكلام ده للشباب اللي قدرنا 29 سنة وأصغر ديل، أنا قاعد أقول الكلام ده ليهم دايما. ما في جريمة في الدنيا دي بتحصل زي دي إلا وراها حاضنة سياسية فعالة. الحاضنة السياسية بتاعت المؤتمر الوطني كانت نفوذة معها للحظة ديك، اللحظة دي كانت للحرية والتغيير. لو ما في مكونات وكتل وأفراد من داخل الحرية والتغيير وافقوا على فض الاعتصام وحرضوا على فض الاعتصام، تأكدوا تماما، خلاص تماما، بأنه ما يجرؤ العسكر على فض الاعتصام. تأكدوا تماما، خلاص دي نقطة مهمة جدا. كويس، موضوع انه ادوا احمد الضي عربية وكده يا عمور، ده موضوع قاموا شغلوا بيه بسطاء الناس ونشغل وغطوا بيه على جرائمهم وهم اللي بيسووا فيها، عشان الناس ما تركز في موضوع فض الاعتصام. قاموا خلوهم يفكروا في انه احمد الضي ادوه عربيه وادوه قلم جاف وكرسي، خلاص المساله مشت في المنحى ده. وده اعلام قايم بذاته، كيف بيدعموه بيقوموه، كيف يهاجموا فلان ده ويهاجموا فلان ده ويدمروا ده ويضربوا ده ويقوموا ده ويصنعوا لهم كرتون كده يقولوا ده بطل، ايه عادي يعني، فهمت؟ زي صناعتهم لولا البوشي دي وكده، يعني شغلانين كده غريبه شويه كده، صناعه كده زي مدني عباس وشنو شنو شنو شنو. انتوا تعالوا نجي لموضوع عباس مدني. كويس يا اخوانا، مدني عباس ده اتسرب شيك يا جماعه، شيك الشيك جه من النيل الابيض. اسمعوا الكلام ده، اسمعوا الكلام ده كويس يا ناس يا جماعه، نحن كثير بنخمه. بيقول في تقطيع، عثمان محمد محمود تحت في التعليقات بيقول في تقطيع، في تقطيع يا اخوانا، في تقطيع ولا الصوت واضح ليكم؟ كويس، السؤال اللي انا داير اساله والسؤال اللي انا الحاجه اللي داير اقولها، خلاص والله وبالله الكلام الحاصل، خلاص دقيقة يا جماعة، قال كده: خليك من التوقيع، من المستفيد من قتل المعتصمين؟ الدعم ولا الكيزان ولا القحط؟ الموضوع خطير جدا، اسمحوا لي اجاوب السؤال ده يا جماعة. كويس، طيب يا استاذ ابراهيم الحبيب، بالنسبة للكيزان، الكيزان كانوا خايفين من حميتي، الكيزان دارين يمرقوا مجاهدينهم عاديين يضربوا الناس في الاعتصام، رؤساء الاتحادات السابقين في الجامعات والامناء الطلاب والامن الشعبي وجزء من العمليات في جازان، ده اللي يدقوا خايفين كانوا من حميتي عاديين. اقول لك بصراحه، حميتي ده ما كوز، الناس بيقولوا كوز، ما عنده اي علاقه بالكوزنه، ما عنده اي علاقه. اسمعوا الكلام ده كويس، زول قدر استفاد من البشير، دعم قوته دي زي الناس، قدر جاء خش بها، فرض نفسه على المعادله السياسيه بالقوه، خلاص. فيبقى يعني الحتتين كوز وما كوز وشنو شنو، الكلام اللي بيتقال ده ما صح، فهمت؟ هم بيسمعوه بيستدل بآيات دينية، يا اخوانا آيات دينية كلنا بنقولها. كويس، كلنا بنقولها، كويس، الحاجة دي تربية في الأسر يعني، كويس، أنا ما بقول لك هو صح ولا غلط، لكن في النقطة دي تحديدا، خلاص، الكيزان خايفين من حميتي، مسكوا موضوع الاعتصام، ده حميتي ده حميتي ده حميتي، قاموا غطوا على نفسهم هم ككيزان إنهم فضلوا الاعتصام بحميتي، وجاز الأمن هناك كويس ديل غطوا على نفسهم بحميتي، بينما اللي بيطلق النار ما كان حميتي، اللي بيطلق النار كانوا جهاز الامن. وانا ما زلت اصر على الحاجه دي رغم انه الناس دي تخمت خم عادي،
كويس، الناس اتخمت المقطع بتاع الفيديو واضح قدامك، ديل ناس الدعم شايلين عصايات وديلك اللي لابسين نجده وعمليات، ديل ناس الجهاز اللي استغلوا بكاسي الدعم. الجريمه دي كبيره جدا جدا، خلاص الجريمه دي كبيره جدا جدا كويس، وشغلوا بها الراي العام. ده بالنسبه للكيزان. الدعم ما عنده مصلحه يفضل اعتصام لانه جريمه قد تزيد الملف بتاعه للمحكمه الجنائيه. الدعم ما عنده مصلحه يقتل، عنده مصلحه يفض لكن مش يقتل. الكتل الحاصل ده من جهاز الامن، الكتل الحاصل الحصل ده من الامن الشعبي، الكتل الحصل في فض الاعتصام. اسمعوا الكلام ده كويس، وفي ناس لسه 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 ما مركزين مع النقطه دي كويس. وارجع لفيديوهات فض الاعتصام، ما بتلقى لك دعم سريع شايل سلاح بيضرب، بتلقاهم لابسين نجده وعمليات، نجده وعمليات، اللي هو ده لبس الجهاز جوا في المعتقلات بيشيلوه. طيب اما قحط دي، لما شافوا الاعتصام ده كتروا فيه ابناء كردفان ودارفور والنيل الازرق، خافوا من الكوادر المؤهله من ابناء الهامش انه يسيطروا على الساحه، خصوصا انه كان في ابعاد متعمد لابناء الهامش من ساحه الاعتصام، خلاص من الاتجاهات دي كويس. الكلام ده ما عملوا الثوار، الكلام ده عملوا قيادات الحريه والتغيير وتجمع المهنيين، ما عملوا الثوار، عملوا قيادات التجمع والحريه والتغيير. لما شافوا الكلام ده وعرفوا نفسهم يمكن يذوبوا من الساحه، لانه حتى المسرح عملوه واحد احتكاري، خلاص لما انشئت مسارح ثانيه وانشئت خيم ثانيه وبيجوا الناس يوصلوا رسائلهم وانضم لهم حشود كبيره من العساكر والقوات المسلحه المفصولين وغيرهم، والمساله بقى يعني عندهم حشد كبير، بقت الرؤيه بتاعت قيادات من الحريه والتغيير بانه الهامش يتمكن الان في الاعتصام، فليفضل الاعتصام، نلقاه قضيه نجيب بها دولارات، نلقاه قضيه نحكم بها، نلقاه قضيه. لانه لو كان قحط ما من مصلحته فضل الاعتصام لما جلست البتة للتفاوض تاني منشور ولا البوشي، كان واضح يوم 3 يونيو افتكر. ولو كان من قحط ما دايرة الاعتصام يتفضل، كان ادوهم الذهب المقنطر والفضة خلاص، والعسجد والزبرجد واللؤلؤ والمرجان، كان البتة تاني ما قعدوا لا لتفاوض ولا لغيره. البتة اسمح لك يا شمي يزول خمنا ساكت، خلاص هم جزء كثير من القيادات، انا بتكلم مش الافراد العاديين كويس، القيادات هم اللي كانوا موافقين على فض كويس الاعتصام كويس. سؤال محمد هاشم قال لي يا احمد انت ليه بتدافع عن حميتي دائما؟ يا اخوانا السؤال ده انا بلقاني زول في الشارع بيقول لي احمد الضي والله انت زولنا واي حاجه، لكن عليك الله بعيد لنا من حميتي ده، ما تجيب لنا سيرته عليك الله يا احمد، الناس بيقولوا لي كده. طيب انا حجاوب السؤال ده بوضوح تام وركزوا معي. بالنسبه لحميتي انا ما بقول حميتي صح وما بقول حميتي غلط، غلط حميتي الان بقول حميتي غلط في 1 2 3، حميتي عمل صح بقول لي عملت 1 2 3. انا لو شفتني يوم من الايام كلامي شفته فيه دفاع عن حميتي، تاكد انه معناها انا شفت الحمله اللي قامت عليه حمله عنصريه. يعني لما تقوم حمله عنصريه على اي زول نحن بنتصدى بندافع لاي زول، لو السوار لو منو، نحن ما دايرين العنصرية تاني تاني، ما دايرين البتة، خلاص نحن دايرين قومية، دايرين بلد متعدد الأعراق والشعوب والقبائل اللي تعارفوا غيره. لكن الحملات اللي قاعدة تقوم على حميتي دي، أنا قلت الكلام ده يا جماعة كتير وتاني بقوله، ركزوا معي كويس يا أخواننا، السودان ده ظل يحكم من أخواننا في الشمال النيلي طوال السنوات اللي فاتت، وده ما بيعني انه كل الشمال النيلي خلاص هاي، ولا بيعني انه كل الشمال النيلي يعني خلاص كده، فيهم برضه المظلوم، فيهم المغبون، فيهم خلاص فيهم الشهمي وفيهم الكريم وفيهم الاصيل، زي ما في باقي السودان كله من قبائل واعراق وكده خلاص. لكن في جزء معين سيطر على الدولة دي من سنة 1899، جاب الاستعمار من هناك قال له اضرب لنا دولة غرب السودان، دولة التعايشي، واستلموا السلطة بعد ذاك. دي حقائق واضحة لو دايرين مخاطبة جذور الأزمة، لو دايرين الحقائق من جذورة، أما لو دايرين كلام سطحي ساكت والله الموضوع ده خلاص انتهى، ما منتهي والسلاح ما بجيف، اسمع الكلام ده، لأنه الإنغاز كانت بتقول نفس الكلام ده، كانت تقول ما في عنصرية، ما هم أرباب العنصرية، هم أرباب العنصرية خلاص. فيلا في ناس بيفتكروا انه العنصريه سقطت بسقوط البشير، ما سقطت، لو العنصريه سقطت بالبشير حمدوك ما بقول في الجمعيه خلاص العامه بتاعت الامم المتحده انه في تمييز عرقي عنصري في السودان، ما بقول الكلام ده، ولما قالوا ما قال حق النظام السابق،
قال الآن في السودان في تمييز عرقي. دي كلمة خطيرة، كثير من الناس متوقفوا عندها. كويس، طيب بقت الحكاية إنه حميدتي ده جاي من الغرب. دارين الاختصار ولا حاجة تانية؟ دارين الاختصار ولا لا؟ انتوا عارفين انه اهلنا في غرب السودان عانوا من دخول الكلية الحربية، من كلية الشرطة، عانوا من دخول المؤسسات، عانوا انه اخواننا في الشمال النيلي سيطروا على مؤسسات الدولة، في قيادات، في وحدات الحساسة، زول ممكن يجيبوه من البلد هنا ما عارف الف باتاسة في الشغل عشان هو ود منطقتهم يجيبوه يشغلوه ويقصوا كادر مؤهل من نيالة، من النيل الازرق، من شرق السودان، من حلفة، يشتغلوا الشغل ده، قام خلق نوع من الجفوة في السودان. لذلك أنا بقول إنه لو نحن دايرين الاعتراف، الناس دي الحرية والتغيير القيادات عندهم علاقة دم وحنية بصلاح قوش وبجهاز الأمن، ولأنه غالبيته من مناطقهم، غالبيته من مناطقهم، الكتل والناس دي غالبيتهم من مناطقهم اللي هم من جهاز الأمن، يلا عشان يقوموا يدسوا انه ديل اولاد مناطقهم طوال قاموا يخطوا لك صوره حميدتي، وانت اصلا مشيطن حميدتي في راسك فصدقت الكلام على طول. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم، نكون يا جماعه قوامين بالقسط. حميدتي ده جيشه او دعمه السريع قتل في دارفور، قتل، قتل في النيل الازرق، قتل، قتل في جنوب كردفان، قتل. لا بقول لك هنا ما قتل، ولا بقول لك، انت داير الحقيقه، انا بتكلم معك بشفافيه. لكن في فضل الاعتصام قتلوا الناس جهاز الامن، في فضل الاعتصام انا لغايه اللي ما زلت لغايه الان عندي قناعه راسخه جدا في نفسي كويس بواقع الحاجات اللي انا شفتها بعيني. فيبقى انا تاني بعيد لكم النقطه دي بانه الصراع الحاصل خلى تقوم الحمله على حميدتي، يلا بيجوا الناس من هناك فوق فوق بيشيلوا الكلام، اللي بيشيلوا الكلام من سخوه غالبيتهم بيكونوا ناس بسط عاديين لا تابعين لده لا لده، لكن اللي بيكتبوا الكلام يعني زي كان المقال اللافي ما عارف ليك حميدتي انت ما اتولدت في السودان وحميدتي تشادي، ده كله كلام عنصري بغيض بس كره، كيف حميدتي من الغرب يجي وقت في السلطة بس ده كله الجوطة دي. خلاص البرهان ده ما قاعدين يهاجموا كثير، البرهان ما قاعدين يهاجموا، قيادات الحرية والتغيير ما قاعدة تهاجموا كثير، لاحظوا ولا قاعدين يهاجموا ياسر العطا. انتوا يا اخواننا ياسر العطا ده ناسين انه عمل شنو في السودان؟ ياسر العطا ده قتل اولاد الناس مرة ولا مرتين ولا 10 ولا 70 كويس؟ انتوا عارفين بتركيزكم على حميدتي نسيتوا 2 مليون روح قتلت من جهاز الامن والقوات المسلحه في جنوب السودان؟ الوقت ده لا في دعم لا في جنجه، جنجوي دي من 2003 وجاي، الدعم السريع من 2013 وجاي، من 2000 خلاص يا جماعه والله الذي لا اله الا هو 2 مليون قتيل في جنوب السودان، اللي بيجيب لهم حقهم منه؟ الناس دي كلها انشغلت بحميدتي، كان وديت حميدتي هسه وهو ما مطلوب للمحكمه بالمناسبه، برضو الناس بيخلطوا بيفتكروا والله ما مطلوب، وامشوا راجعوا اقرب موقع يعني ويب سايت بديك الكلام ده كويس. انا بتكلم لك عن حقائق بس كويس. ارجع خلاص للنقطه، ايوه بالضبط يا 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 حامد، ارجع للنقطه بتاعت انه الان الكتل زمان اهلنا في جنوب السودان 2 مليون منه، والكتل اهلنا في جنوب كردفان وديل الكتل منه، ده سؤال مش كده؟ دي حقائق يجب اننا نقولها بوضوح تام. طيب حميدتي بيغلط بيغلط، غواته غلطت غلطت، لكن ما تنسى في حاجه عشان نكون عادلين، زي ما انت بتشوف الجيش ده قاعد يحميك، الجيش الان ما شغال لك قدر ده في الحدود، الان اللي بيحمي الحدود هو الدعم السريع من الجيش، الان الشغال قافل لك الحدود من حدها لحدها بجاي وبجاي، خلاص اللي بيقبض لك يوميا تناكر مهربه خلاص من حدها لحدها، اللي بيقبض لك وقود وبنزين ودقيق يوميا بيتهرب ده هم الدعم السريع من الجيش، عشان نكون واضحين جدا في الكلام ده. طيب انا مع العداله في انه بتاع الدعم الكتل يحاكم اول ما ثبت عليه القتل، وبتاع الجيش يحاكم اول ما ثبت عليه القتل، لكن الناس ما ممكن تمسك الجيش الجيش والجيش هو قتل الناس دي وهو دمر الناس ودقاب الكيماوي في دارفور. هل حميدتي عنده كيماوي في دارفور؟ هل حميدتي عنده مدافع رباعي في دارفور؟ هل حميدتي وموسى هلال عندهم طيران بيضربوا بيه في دارفور؟ هل حميدتي وموسى هلال عندهم حاجة؟ خلاص يا حماد الصادق ما تندفع ساكت، تعال عندك منطق تعال ناقشنا به، عندك فهم تعال قوله، خلاص حاجة ما عارفة ما تنخم بها يغشوك ساكت يضحكوا فيك، تعال قول الكلام الحاصل كويس. نحن مشكلتنا انه انتجنا يعني بعض الناس او فرخنا بعض العقليات على المصادمة بدون فهم. خلاص انا هسه قاعد اتكلم لك
كويس. اذا كان قتلوا الناس في دارفور خلاص وهم الدعم السريع، معناها القتل ده من 2013 وجاي كويس. واذا كان الجنجويد فقط هم اللي قتلوا الناس في دارفور، معناها ده من 2003 لغايه 2012. طيب قبل ده في قتل الكام بيقتل منه؟ اثناء ما الجنجويد بيقتلوا واثناء ما الدعم السريع بيقتل، بالطيران كان بيساند منه؟ انتوا قايلين الجيش السوداني ده قتل الا القبائل الافارقه في دارفور؟ ما قتل الا القبائل الافارقه، قتل العرب ذاتهم في دارفور. وليكم عبره في المشكله اللي قامت بين المسيريه والرزيقات والسلامات والجماعه دي. السلامات يتعرضوا لغزو خلاص، يتعرضوا لغزو عديل من القبائل دي، وجات الطيارات ضربت لهم السلامات قدامهم سنه 2012. واسماعيل حماد اللي كان والي نيالا مداهم بلاند كروزرات وقال لهم امسحوا السلامات، وكان ظلم كبير. 50,000 من السلامات لجؤوا لتشاد، 50,000 هربوا من مناطق الحرب والقتل والدمار كويس. عشان كده احنا لما دايرين نتكلم نتكلم بفهم، دي حقائق حاصله كويس. في ناس كتار ما عارفينها. انا عشان كده بقول لك الزول الداير يتكلم في حاجه يمشي يطلع عليها يشوف هل الكلام ده حاصل ولا لا. يا اخواننا نحن مرقنا من نظام عنصري داخلين في فهم عنصري تاني. نحن مرقنا من عمر البشير خلاص اللي بيجيب لك محمد موسى في النكات يقول لك قبيلتين او ثلاثه بس ويتخطى قبائل السودان كلها، وكانت سياسه مقصوده ولليله شغاله. لليله قيادات الحريه والتغيير في جروباتهم بيتناقلوه في تلفوناتهم بيقول واحد ما فضل الا في المقر الصحفي يقوله كويس عشان ما يكذبوا للناس ساكت. الكلام ده حاصل منذ زمن بعيد يا ولدي، الكلام ده لا الليله لا امبارح. طيب الحمد لله البشير شلناه برا، جاوت خالته. ليه جاوت خالته البشير طوالي؟ ليه؟ من حقنا يا جماعه نسال السؤال ده ولا لا؟ كويس انا جاي لك يا استاذ حسام كويس، من حقنا نسال ولا لا؟ ليه بعد البشير جاوت خالته طوالي؟ اذا دي مملكه بتاعت اسره، مملكه بتاعت شمال السودان شندي. نحن علينا نعرف الكلام ده. جا برهان بعديه من شندي زادة. يا اخواننا لو كان ديل من الغريب جو كان الدنيا دي قايمه لاسمه قعدت، كان لو جو من الشرق كان طيب. الحل في الكلام ده، الحل انه نعرف انسان الشمال والشرق والوسط والغرب كلهم واحد. الحل انه نعرف ديل كلهم واحد. طيب المناطق دي خلاص، التهميش يا ابو حميد بيختلف من منطقه لمنطقه كويس. محمد عبد الباقي، والله يا محمد عبد الباقي ده والله غايته ليك التحيه صديقي كويس. ال 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 التهميش من منطقه لمنطقه بيختلف. انت بتغاري ليه هسي مشكلتك مع مشكله زول داسين جوا كركور حفره في الجبل جوا خايف من الطيارة، بتغاري ليه نفسك بيه؟ هل بتغاري؟ استاذ حسام بيقول لي انه عطبره مهمشه، بتغاري لي ها عطبره المهمشه دي الان وفيها حتات معاك؟ انا اقول لك مهمشه خلاص، بتقارن لي بحتات ناس قاعدين في معسكرات اللجوء كده بتقارنها؟ هل انا احمد ده بقارن الخرطوم اللي قاعد فيها الان كويس؟ هل بقارنها الان بانه مشكلتي نت قاطع، مشكلتي كهرباء قطعت، بقارنها بزول ما لاقي حق الاكل ولا الشراب وعنده فشل كلوي وماده السيانيد مطلع عينه خلاص ولا كيف يا جماعه؟ كويس؟ دي نقطه عشان نقولها. يلا هامش لهامش افرق معي انتوا في الكلمه دي. هل الهامش كله واحد يا جماعه؟ هل خلاص السودان بالمفهوم ده خلاص كله هامش؟ هل الهامش كله واحد؟ هل ازمات الولايات والاقاليم دي كلها واحد؟ ما كلها واحد. والدم والموت والدمار والتشريد بتقدموا على اي حاجه ثانيه. والدم والتشريد ده قاعد يحصل في غرب السودان، في شرق السودان، في النيلز، في النقاط دي، في الاماكن دي. عشان كده دي نحن لابد انه نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نحن وطن واحد دوله. يا جماعه الولايات المتحده الامريكيه مهاجرين وناس من محلها، الولايات المتحده الامريكيه 50 رجل قانون، 50 رجل طب، 50 رجل علم مجتمع، 50 رجل علم، 50 صيدلي، 50 قعدوا في الوطن، قعدوا في الوطن دي قالوا نحن ناسس لميثاق بتاع حقوق لا في فرق بيننا بالالوان ولا في فرق بيننا بالاشكال ولا في فرق بيننا بالاديان، نبني دوله لقدام. وبدوا يبنوا في الدستور ده، والتحيه لناس توماس جيفرسون بانه وضعوا لهم حاجه على مر التاريخ ما بتتنسي،
ولغاية مرت وعبرت بناس جورج واشنطن خلاص، ومرت بالحقب الزمنية. يعني لو رجعت تاريخ الولايات المتحدة لناس إبراهام لينكولن، كانت أيام كويس وضعوا فيها دستور بتاع حقوق بتاع مبادئ ومشت لقدام. المساواة يا جماعة، المهاتما غاندي لما انفصلت الهند من باكستان في 1947 كويس، 1947 انفصلت الهند كرتشكيت من باكستان. طيب بقت الهند بتمثل الاقليم خلاص بتاع البوذيين، وبقى ده باكستان بتمثل الاقليم المسلم. كانت الحمله قامت قويه وكبيره على ناس باكستان لانهم الاقليه. المهاتما غاندي كان واقف وبيقول يا ناس يا ناس ادوا المسلمين حقوقهم. المهاتما غاندي استاذ الانسانيه اللي كان له تاثير واضح على الحقب السياسيه اللي مرت في تاريخ السودان، من ناس مؤتمر جوبا ومؤتمر الخريجين، وخاصه لقاءاته اللي كانت هو ونيلسون مانديلا في الاعتقالات، وكيف كان هو برب السندكاليه والنقابات والاتحادات والاضرابات كيف بيستطيعوا اسقاط الانظمه. ولما مانديلا كون حركته المسلحه في العام 1961 هو كان رفض الكلام ده وقال لمانديلا ما تكون الحركات، انت قاتل فقط بالفكر وبالوعي وبالثقافه. ومانديلا قال له نحن اتظلمنا شديد نرفع السلاح. في ناس من حركه مانديلا اضطروا قاموا مش عملوا حاجات عكس ما ولوهم بيها، مشوا قتلوا ناس في مستشفيات، ضربوا ناس، قطعوا الطريق، سووا. مانديلا تبرأ من الحركه، قال انا شخصيا ما انشاتها للحاجه دي، انشاتها للعفو والتسامح واخذ الحقوق من الزول اللي ظلمنا مش من هنا. كويس، شوف المهاتما، المهاتما بشخصيته الكبيره دي وبتاريخه الافاتاري ده، جا واحد ما عارف اي حاجه حفظه كلام بس قال لهم شي قولوا، جطعنا المهاتما مسكه وقتله. تخيل الشخصيه العظيمه دي، جزول من هناك مسكه تشبك قتله، والله قتله البته. كويس، بفهم شنو؟ قال له انت جاسوس زارعينك المسلمين. يلا شفتوا الادلجه، شفتوا العقليات اللي بتكون ربع عقل دي، شفت الزول اللي بيستخدم ربع عقله ده، والله الله ده يتعب اكتر، يعني يكفي الباقي مخه قاص يفتح لك ربع خلاص. ده جا اتهم المهاتما، قال له شنو؟ قال له انت اسمه شنو؟ جاسوس للمسلمين. تقول له يا اخي احمد الضي المسكين ما يقولوا ليه انت كوس؟ تقول له انت اللي بتدافع عن مبدأك الشايف الحريه والتغيير ظلمت ما يقولوا عليك كوس؟ هو نيلسون مانديلا لما نوافق على انه الانجليز يعملوا الحوار معاه، لما قال نقعد نتحاور مع الاجانب، قامت مظاهرات بعشرات الالاف في جوهانسبرج شايلين صوره مانديلا حرقوها في الشارع، قالوا مانديلا خاين وعميل. في ناس يا زول ما بيتبعوا بعقولهم، بس بيشوفوا عاك عوك عيك هناك بيجوا جارين طول، لا 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 ما بكون عارف بتخمى. يلا ديل اللي عملتهم الحريه والتغيير في كثير من الناس. احمد دفع الله عبد الله العركي بيقول لي الجزيره محليه شرق البطانه اكثر محليه مهمشه يا راكز. ما قلنا حاجه، الجزيره كثير جدا مهمشه، الشمالية فيها حتات مهمشة، نهر النيل فيها حتات مهمشة، شرق السودان فيه حتات مهمشة، الشرق ده كمان خليه ساي، كويس، غرب السودان، الوسط السودان، الحتات دي كلها مهمشة. أنا ما بقول لك إنها ما مهمشة، خلاص، لكن زي ما بقول لك في حاجة اسمها التمييز الإيجابي لمناطق الحرب. المنطقة اللي فيها ورررررر فيها ضرب نار دي وفيها قتل وفيها دي بتخطها الأولى. خلاص دي بتخطهم في الأولوية الأولى. يا أحمد سؤال مهم، لا صم خالد سلك حايمين في أوروبا وألمانيا ورفعت شنو بصفتهم شنو وين وزارة الخارجية الكلام ده والشغل؟ الله يا عمور ما هي الشغلانية فاكة زي ما هي الحرية والتغيير الآن زادت فككت، والتجمع بنسبة كبيرة بدأ يتفكك خلاص، يعني نغط الصحفيين شنو شبكة الصحفيين المسيطرين عليه شيوعيين في أي لحظة غتمروا خلاص تعليم مرقة البتة خلاص، نغط الصيادلة بين بين خلاص كده خلاص، دي حاجات ما بيعرفوها إلا الناس المتابعين. عشان كده أنا بقول يا إخواننا الناس ما تاخذ المعلومة من جانب واحد، لا تاخذها من جانب حميتي برا ولا من جانب كباشي برا ولا تاخذها من جانب المجلس السيادي برا ولا من مجلس الوزراء برا، اتبع وشوف اعرف اكثر. الحياه اللي في الكوليك دي فقاعات الان خلاص، زي اكرم الطوم، اكرم الطوم وزير الصحه دخلنا في مشكله وخلى المواشينا يرجعوها علينا خلاص، ونفقت المواشي وماتت خلاص وفقدناها نحن خلاص، وبدون اي هنا كله بسبب تصريحات الهوجاء دي الغير منضبطه دي خلاص. التصريحات بعد ده كله بيجي الحزب الشيوعي بيلمع عليك ولا قال يحاسبه ذاته ولا قال يحاسبه، هو سبب للسودان الان مشكله.
خلاص، هو انت كوزير صحه ما تعالج مشكلتك شنو، انت ما تشوف البياطره وين، ما تعالج المساله دي خلاص. طوالي مباشره رجعوا لنا حاجاتنا، بضاعتنا ردت الينا في دول بدات تاخد حتى لو ما اعلنتها كان اي، ولكن القنصليات والسفارات عارفه الكلام ده. يبقى في داعي من البدايه، في داعي يلا ده لانه زول حزب شيوعي، الحزب الشيوعي قاعد يطبل له ودار يطلع افضل زول في الساحه. ليه؟ لانه بيقى هنا. طيب احمد ربيع جناس التجمع ذاتهم قالوا انه احمد ربيع يجب انه تجمد العضويه بتاعته قبل يومين لو بتتذكروا. ده معناه شنو؟ انا تتذكروا لو كنت بقول لكم احمد ربيع والاصم ومعاهم مدني عباس اسمهم بنسميهم نحن شلة جبرة، ديل المداومين على زيارة حميدتي دائما في جبرة وجلساتهم واتفاقاتهم الخاصة، ملعب الخاصة كويس. الحاجة كويس بتاعت انه احمد ربيع وقع بدون علم الحرية والتغيير، ده كلام نحن ما بنقبله منكم كويس، ما بنقبله منكم، نحن بنحملكم انتوا المسؤولية باحمد ربيعكم ده. هسه لو جات القوات النظاميه دي ضربت لها مواطن بخرطوش وقالوا والله ده عسكري ساي ما ادوا تعليمات، بتقولوا ما بنعرف نخاطب وزير الداخليه. نحن كذلك ايضا هنا بنقول ما بنعرف، نحن بنعرفكم انتوا ككتل خلاص، انتوا قبلتوا بالكلام ده، ولولا احمد ربيع لقى الضحك خلاص والاستهتار منكم انتوا لما كان سوى الكلام ده. فده احمد ربيع دخلنا في الويله دي وما بروا الكلام ده. احمد ربيع جزء من المشكله دي، الجزء الأكبر الكتل والأجسام وقيادات الداخل الحرية والتجمع الاثنين. يبقى مدي السلينة ديلك عشان تشغلونا بشخص هو أحمد ربيع، وفي النهاية تجي تمرقوه عشان تنمو القضية على كده خلاص. في قضية أهم لينا، نعم الآن بعد الوثيقة الدستورية ما تم إعلانها وبعد ما الناس شافتها الآن عرفت الفراغ العريض الدستوري اللي بقى، ولما انجنبي لديب بقى رئيس اللجنة والله يا جماعة أنا ما قادر أفهم يا اخي، وقت حمدوك ده مسيطرين عليه الشيوعيين للدرجه دي يا اخي، حمدوك ده جايب هناي ده رئيس ليه؟ جايب نبيل اديب ده ليه؟ نبيل اديب معروف زول قوش البته، خط قوش البته تا كويس؟ ايوه نعم يا خضر كويس. السؤال ليه جابوا نبيل؟ طيب المانع شنو؟ مكان يجيبوا ياسر العطا، مكان يجيب برهان، ما عشان احنا نعرف نرتاح البته يعني، عشان نعرف انه المساله دي ماشيه وين. انت بدل انت الان جبتك لنبيل اديب يا جماعه، زول الاعتصام الناس قتلوه هنا، يرفع يقول لك يشعر بالايجابيه، ايجابيه شنو يا زول؟ نبيل اديب الله يحييك يا شاب، ما ممكن، هو ما شاب البت لكن كويس، ما ممكن تكون انت نبيل اديب الان الثوار بيقتلوا فيه يوم 3 يونيو بتاع فضل اعتصام، ترفع عليك منشور في الفيس تقول يشعر بالايجابيه والتوحد والشيطة. يا جماعة قلت لكم ديل يغردوا خارج السلم، ديل خارج السلم البتة، ديل ما معانا في قضايانا، اسمعوا الكلام ده، ديل ما جو لإبريل أكتوبر جاي، ديل ما جو لناس، ديل جو لأهدافهم لشركاتهم لمؤسساتهم لأوضاعهم لأبنائهم، ديل ما جو عشانك أنت كمواطن سوداني خلاص. اسمع الكلام ده كويس، الكلام ده في كثير من الناس كانوا بعرضوه بهجموه بشاكلوا فيه، وإنت 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 الآن في ناس كتار بدوا يدركوا المعنى ده. إذنكم لحظات في الفرقة دي يا جماعة، الناس تشتغل شير لايكات للفيديو، خلوا رسالتنا دي توصل.
طيب نعود من جديد، معلش السادة الأفاتارات، نعود من جديد. كويس، دي من مشاكل السودان الآن. نرجع جبيل، قلنا موضوع مدني عباس. بالنسبة لموضوع مدني عباس، ما تم إرجاع المبلغ ده ولا اتقال إلا بعد ما تسرب الشيك، إلا بعد ما تسرب الشيك رسلوه ناس النيل الأبيض من السكر كنانة، وقالوا دي مخصصات بتاعة اسمه منه مدني عشان يجي يحضر الاجتماعات. 18,000 دولار حقت اجتماعات، بالله لا ما شاء الله تبارك الله يا أخي. طيب تمام، طيب مرتبه كم؟ والله ما شاء الله. طيب دي حاجة اشتغلوا عليها، دي حاجة يتحركوا عليها، دايرين يحركوا. طيب مدني ده في موضوع بتاع 82,000 دولار ما رد علينا في رد واضح كويس، ولا اهتم بقرار الشعب ولا بكلمته، فهمت؟ بثقالة مش هناك بقى هنا كويس. دي نقطة. الجولة الثانية المفاوضات لازم يكون فيها شباب الثورة الحقيقيين، عايزين نسمع بيقولوا شنو، يتفقوا على شنو، عايزين لنا طائرتين ثلاثة. والله يا حامد انت اول زول تمشي كويس، انت اول زول تمشي كويس. المفاوضات دي الان هي راسي على سلام كويس، والجبهة الثورية الان الخطوط ماشية في مصلحتها جدا، وبالتالي ده بينعكس على امن واستقرار البلاد. لكن بتبقى في مشكلة، نحن نتمنى من مستر نو من عبد الواحد انه ايضا يا ريت يتحرك مع الناس شوية، يساعدهم في قضية السلام. يعني احنا معليش الوقت الفات ده كله الحرية والتغيير الان هي ما هي المتحكمة خلاص. فالان انت قلت داير زول من الهامش يا حميد، يا اسمك منو يا عبد الواحد، وقلت حميدتي من الهامش، وقلت بيقدر يدير البلد، تعال خلاص تعال ناقشه وناقش. يعني الحرية والتغيير ده العقول مصفوية بتستفيد منهم اي حاجة، ما بتستفيد منهم ولا بناقشوا لك جذور الازمه قياداتهم دي خلاص، ده اللي اقوله ما بتتخطى المناطقيه كويس. تعال ناقش ناسك ذاتهم، ناس الهامش، تعال قول لهم نحن قضايانا، ونحن اللي احتربنا، ونحن اللي تشاكلنا مع بعض ودورنا كومينا، نحن اللي نحل مشاكلنا بواحد اثنين ثلاثه كويس. الحريه والتغيير ما بتهتم بالسلام، ولا اهتمت به ولا شغاله به كويس. النقطه بتاعت الحريه والتغيير متضايقه من ملف السلام الان، لانه شايفاه تم عن طريق حميدتي الرجل الاول الان في الساحه السودانيه من ناحيه القوه، لانه شايف حميدتي الان هو مسيطر وماشي متحرك، بقت تجيف ضد ملف السلام اللي هي تحاول تسب الكوادر بتاعت الحركات اللي الجبهه الثوريه، وتشكك في مصداقيتهم بكوادر بحسابات مزيفه وكلام كثير جدا. طيب بيبقى في زول واحد خلاص، في زول واحد شغال الان، ده كمان مهم جدا، اللي هو الحلو عبد العزيز. الحلو ده للناس اللي ما بعرفه، عبد العزيز الحلو ده عنده قاعده ثابته ماشي بيها له 49 قرن، داير تجي تناقشه، داير تجي تقعد معاه في الوطن، اول حاجه علمانيه البته، اول شيء ده من زمان ما يلاسه، اول شيء علمانيه البته زايد كويس. يقول لك علمانية، علمانية دي عشان هو يقعد معاك يشوف كلامك بعد ده تتفقوا ولا ما تتفقوا، هي دي مش خلاص معناها اتفقتوا، يا دوب ده مدخل للحديث بيناتكم، قد يكون منتج وقد لا يكون مثمر، فانت بتقعد معاه في التراب زي ده. اول شيء علمانية دي فكرته، ما اي زول يا جماعه عنده فكره نحترمها في النهايه، ده فكرته علمانيه، ده فكرته مدنيه، ده فكرته مدنيه حداثيه، ده فكرته ليبراليه، ده فكرته ديمقراطيه، ده فكرته راديكاليه، ده فكرته سنديكاليه، ده فكرته اي زول بالفكره بتاعته كويس، اي زول شنو بالفكره بتاعته. طيب والله الاتفاقيه السلام دي ايوه عشان تعرف الحقد بتاع قيادات الحريه والتغيير والعنصريه بتاعتهم كويس، ما اهتموا بقضية السلام لأنه ما جاب الأصم، ولا جاب سلك، ولا جاب ساطع، ولا جاب أحمد ربيع، ولا جابوا أبناء المناطق النيلية. أصل أي نصر يا يتحسب لهم يا ما دايرين، بس يا يتحسب لهم النصر ده يا ما دايرين، يا يخربوه ويشككوا في الناس كويس. والله وبالله لو كان السلام ده جابوا زول من قيادات الحريه والتغيير المرضي عنهم، هما في زول اصلا من الحريه والتغيير مسؤول ملف حساس الا من اخواننا في الشمال النيلي. يلا انا ما قادر افهم، بيجي زول يقول لك يا احمد الضي دي عنصريه منك، عنصريه مني انا ولا من الزول السواه؟ كويس؟ ما ممكن العقول بتاعتنا تتادلج للدرجه دي يعني.
كويس. دي حاجه مهمه خلاص. ما احتفلوا بالسلام، ما شفنا مظهر بتاع فرح في الشارع، ما حسوا الناس على انه يمرقوا. ليه؟ لانه الاتفاقيه دي ما جايه عبر خطهم هم، يا اجي منهم هم يا السودان يتكسر. وكان هسه وكده تلقاهم محتفلين مالين الشوارع. انتوا عارفين الاتفاق الاعلان السياسي الوقع ده اكبر من الاعلان الوقع في اغسطس؟ عارفين انه الاعلان اللي تم توقيعه في جوبا ده دي حاجه العقل ما يتصورها؟ يا اخواننا نحن كده بدينا ماشيين على رمي السلاح على ارضا سلاح. نحن كده ماشيين على مرحله الوقفه بتاعت او المساله بتاعت وقف اطلاق النار، مرحله السلام، مرحله النماء. هو هي اللي بتقوله مدنيه، هو الحرب كان ما وقفت مدنيه شنو؟ هي الحرب ما وقفت. كويس؟ دي حاجه كويس الناس نحن ننتبه لها جدا. الحل انه الناس تعترف اولا بانه في نخب محدده مسيطره على السودان وطارده باقي كل اتجاهات السودان الا بتمثيل صوري كده ورمزي. الحل اننا كلنا نعترف انه حتى اللي بتعنصروا الان ديل هم جزء في النهايه سودانيين. نحن علينا نقعد معاهم في التراب ده ايضا خلاص، ونشوف الصح من الغلط، والمعالجات تتم في اطر قوميه بعيده كل البعد خلاص عن العنصريه. كويس. محمد ابراهيم حمدوك ده الشيوعيين ماسكين عليه وبيقولوا له لو مركت من الخط بتاعنا، اسمع الكلام ده، بيقولوا له نحن هنقول للشعب انه انت لما البشير قال لك تعال وزير ماليه انت كنت جاي جاري داير تبقى، لكن نحن قلنا لك لا. كويس. وماشي قال له ده صلاح قوش قال له ما تجي بالمناسبه الوقت ذاك خلاص، وهو اصلا حمدوك ما جاي. كويس. الكلام ده الشيوعيين قاعدين يهددوا به حمدوك. انا ما عارف يا حمدوك الموقف ما صح يا اخي، ما تخاف منهم يا اخي. يا اخي الشيوعيين عاملين للزول ده كوابيس يا اخي. الشيوعيين الان عاصرين على حمدوك ده، المعطلين فكره حمدوك الان هم الشيوعيين الان المكبلين حمدوك ده كده لا يتلفت كده لا حمدوك. الفرض نبيل اديب رئيس لجنه الدفاع عن صلاح قوش خلاص، اللي وصف صلاح قوش بالوطنيه ايضا خلاص، ده نبيل اديب ده فرضوه الشيوعيين. جاي احمد ربيع فرضوه الشيوعيين. مدني عباس، الاسماء المكلفه دي كلها فرضوهم خلاص. الان الشغل الماشي كله معاكسه وفوضى في الوزارات ده كله من الشيوعيين. يعني جو حرشوا الناس على ركن الكيزان في جامعة الأزهري، والكيزان حزب ما محلول، تهاجمهم كيف؟ حلهم بعد ذاك تاني القانون بيجيف معك. كويس؟ القانون بيجيف معك. أنت حزب لا حليته، لا عطلته، لا طلع إرهابي، ولا تمت مقاطعته. أنت بتهاجمه كيف؟ من حقه يمشي يفتح فيك بلاغ ما لم يتحلى. اذا لو ما تحلى يجي كان يشتغل في القصر الجمهوري ما تقدر تساله. طيب حرضوا الناس خلاص على انه حرضوا الشباب على انه يهاجموا بسرعه الركن. كويس. الركن بتاع الكيزان، ولما قامت المعركه الكوادر الشيوعيه بدت مثلا انسحبت، خلت الشباب الفلوتر، الشباب اللي ما تابعين لتنظيمات هم اللي يهاجموا، هم اللي يدقوا، هم اللي يتشاكلوا خلاص. نفس ما كان بيحرضونا على الاعتصام وبنسحبهم، يوم واحد لقيت احمد ربيع ده معاك في لحظه اطلاق نار، يوم واحد لقيت لك الله كذا يا اخي خلاص، عشان نكون واضحين جدا جدا. فابريل اكتوبر جاي خلاص، ابريل اكتوبر جاي الناس اللي ماتوا ضحايا هترد الدين بايديك، مش كده؟ أنا لما دائما أتكلم عن النقاط دي أنا بتكلم عن أزمة دايرة علاج، أنا بتكلم عن مشكلة، ما مشكلة إننا نطرحها، المشكلة إنه مفتش السبب وين يتخاطب جذور الأزمة. شفت الأزمة يا هادي قدامك؟ ما تكون سطحي، يعني دي الأزمة ما تهبش، أمشي أهبش تحت العمق، أجاب الحاجة دي شنو؟ كويس؟ أجاب المشكلة دي شنو؟ واللي خلق الحاجة دي شنو؟ فعباس مدني عشان ما يصنع لنا بطولات وهمية، عباس مدني كشخصية هلامية في المجتمع السياسي قبل ابريل، كويس، كشخصية ملمعة من الحزب الشيوعي وعليها بلاغات واشكاليات كثيرة جدا، كويس، عباس مدني ده لما جاته الوزارة خلاص واستلم الوزارة وهو اليوم الليل اللي هو قاعد، الشيك جاه من ناس النيل الابيض قالوا له السكر كنانة يا مدني دي نسرية بتاعتك انت ومخصصات، اسمعوا الكلام ده كويس،
دي ناس وانا على مسؤوليتي البتة خلاص. قالوا لي ودي مخصصات ليك كويس، مخصصات دي عشان تجي تحضر اجتماعات، اجتماعات بمخصصة وقدر ده كمان. هي وي انتوا قاعدين تحضروا اجتماعات يا شباب ولا لا؟ في الحي، في الجامع، في الجامعه، في المواصلات، قاعدين تحضروا في الشركات، قاعدين تدوكم 18000 دولار. يبقى مدني بيفهم شنو اكثر من الشعب عشان يقيموه قدر ده. ده كلام فارغ، ومدني عباره عن برميل فارغ. اسمعوا الكلام ده كويس، الكلام ده بيتضح لكثير من الناس بعد شويه. ده طبلي اجوف بردد اللي بتقوله الاحزاب الشيوعيه والعروبيه دي كويس. مدني عباس لما جاءوا الشيك بتاع 18000 دولار قالوا له مدني عباس، قال لهم خلاص دي حقت كده شاله. قال يا سلام يا اخي، الله الله حقيقه يا مساله، كيف اخباركم يا اخي؟ ان شاء الله بخير. ما جبت لهم مويه يا زول، ما جبت عصير اخي، ده لعب ذاته خلاص. طبعا السيد الوزير طبعا، كيف احوالكم؟ يا سلام يا اخي، وتاني بعد الشيك وبيرجع لهم تاني. يا سلام، انتوا عارفين بيننا علاقات جميله تبنى على الود وتبنى. جيب 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 الطوبه دي، جيب بلا تبنى معاك انت، تبنى تبتى من شنو؟ كذاب كويس. بعد ما الشيك ده، اسمع الكلام ده، بعد ما الشيك ده مرق خلاص والناس شافته، شافت الورقه بتاعت الشيك لافه في الجروبات، حتى مدني قال دي حلوها كيف دي، ضغط عليه ناس من نداء السودان، ناس من نداء السودان ضغط على مدني عباس حتى جاء قام كتب كويس. والله عباس عسكري يا محمد عبد الباقي كويس. بعد ذاك جاء قام قال طرد الى الماليه، ومالك انت كنت عميان؟ الشيك ده وقت جاك بايت معاك مالك ما مشيت وديته؟ الساعات اللي فاتت دي كلها اكثر من 24 ساعه مالك ما وديته؟ ولا الا الشيك بعد مرق انتوا بس فالحين تغشوا الناس المراهقين والبسطاء من الشعب السوداني. بلاش كذب ونفاق، بلاش مسرحيات فطيره معاكم. مدني عباس ما قال القروشي تمشي وزاره الماليه الا بعد عرف انه الشيك ده صورته انتشرت في الجروبات كويس. بعد ده قال الله 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 بارك فيكم يا اخي، فقرين يا اخي، الله يرحمك الرحمن. حتى عداك ودى والله عشان اكون معاكم واضح، عشان ما يجي يدعوا لنا بطولات وهميه الشيوعيين، عشان ما يجي يدعوا عليك ساكت. انتوا كان عندكم بطولات يا هذا نبيل الاديب ده، ده رئيس لجنه الدفاع عن جوش، دي بطولاتكم الان يعني انا بتكلم. انتوا لا شفنا منكم شهيد يا الشيوعي، الزول الوحيد اللي كان شيوعي وانسلخ ودبستوا له ملف اخلاقي وما خفتوا فيه رب العالمين هو الشهيد الطاهر المنصور باذن الله، الشهيد عبد السلام كشة. كان قبل كم سنة وانشق منكم لعنصريتكم ولمشاكلكم وقال أخشى على السودان من النخب. ده عبد السلام كشة خلاص. انتوا يا الشيوعيين وينهم ناسكم اللي استشهدوا؟ انتوا قاتلتوا بأولاد الناس، انتوا تاجرتوا بدم الناس زي ما عمر البشير سوى، انتوا بتحرشوا أولاد الناس وبتسحبوا كوادركم زي مدني عباس ده كويس اللي فيه إثم كبير ومنافع للناس وإثمه هناي. فيلا شنو انتوا بتقدموا اولاد الناس الما تابعين لتنظيمات سياسيه وبتخلوا احزابكم القويه قاعده كويس. كمان والله انا حسب معلومتي من امس ياسر ده زول صعب عديل كويس، والله زول صعب ياسر علي بيقول لي القروش نزلت في حساب مدني عباس من يوم السبت 19 اكتوبر في بنك الخرطوم. لا لا يا ياسر يا اخي ما خفت الله البته في الرجل كويس. طيب وتاني بيزول بياكدوا لي ايوه ايوه صح 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 نعم. طيب الشيك بتاريخ 19/10 مش كده؟ طيب من 19/10 الليله يوم كم؟ الليله يوم 23 مش كده؟ ما شاء الله 19 20 21 22 23 دي خمسة ايام. مدني كان وين؟ وماله ما رجعوا الا الليله، ولا بعد ما لقى الناس وقعت للنقطه دي حتى قال يجي يعمل نفسه بطل قومي؟ يا مدني عباس الله يديك، انتوا بتفتكرونا يا اخي عليك الله يا اخي، احترموا عقولنا شويه وراحوا لنا شويه وراحوا للسن نزات اللي تجاوزت 28 29 سنه كويس. والله يعني شغلانيه اللي لهم 23. طيب يا سالم كويس، اها 23 عندك خمسه ايام، ليه ما سلمتوا فيها؟ الان جاي تعمل نفسك بطل يا مدني ما تخجل؟ وزي ما قال بيشاور في نفسه كان اي 8 5 ايام ما سلم الشيك، جا سلموا الليله بعد موضوع الشيك انكشف قال نعم للاصلاح
وصخب صخب وصل الوزير المرتقب. ونحن طبعا انتوا عارفين يعني نحن من اجل الشفافيه، ومن اجل الشفافيه دي كانت وين يا مدني لما انجبلت بانك تكون من الموقعين على فض اعتصام كولومبيا؟ كنت وين يا مدني؟ الشفافيه دي كانت وين؟ خلاص حتى لو ما وقعت بقلمك، ما وقعت بتمام ممتاز، ما وقعت، ما قلت خليه يتفضى، نهاية الكلمة دي ما قلتها، خلاص ما كان عندك اتصالات مع البرهان قبل فض الاعتصام وأمرك هو شخصيا بالانسحاب من أرض الاعتصام؟ يا صديقي خلينا من جردل المويه الكشحوا لك في القميص هنا تقدر تخدع بيه الناس عليك الله. هي كويس حامد النصري ظلم الاستقصائي اللي بيقولوه ده، يعني منصهر الشخصية، ده ما عنده أرضية كده أو شخصية. وما تشوف كثير من الناس المعاودة المصنوعين له صناعه من كوادر وشنو، هسه كان انتقد الحريه والتغيير هسه وذاته بينتهي، ما تسمع الجوط الكثيره دي، خلاص ده بيمشوه سياسيين بيحفظوه كلامه ويجي بيكتبوه، فهمتك؟ ده كل الموضوع يعني جوط عشان ما تكبر في النقطه دي. وبعدين زول صفوي ما عنده ميول لا لهامش لا لظلم ولا بتاع، شغال بس يطبل 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 ساكت، واي زول في الدنيا دي هو بعرفه، واي زول في الدنيا دي هو لاقاه، واي زول في الدنيا دي ايناي كويس. قال لي عمرك 36 سنه، والله كتر خيرك زدتني 7 سنوات. تمام انت يا زول، انتوا قايلين عندنا نصيله ولا شنو؟ يا زول وين يا زول؟ لسه يا زول صغار نحن جدا. طيب انا شاكر لكم جدا يا جماعه، 51 دقيقه هو بالله كويس. انا بذكر يمكن لايك شير للفيديو كويس. ومهمة مدني عباس ليست مهمة جز الكيزان كما يدعوا ويكذبوا، مهمته دي عشان يحفظ شركات الشيوعي وتجارة الكوادر الشيوعية، وعشان يفتح طاقات لباقي الأحزاب ومن قوى الإجماع الوطني. خلونا من الكذب اللي بيقولوا ده، خلاص خلينا على كلام شعار لكن وراه مطلب مطمئي، خلاص. فبالنسبة للزول اللي بيسألني بيقول لي يا أحمد الضي أنت بتدافع عن حميدتي ليه؟ أنا ما دافعت عن حميدتي في شخصه، خلاص. طيب كويس. خالد ابو رهف قال ما تسمع يا عمر. يا جماعه عليكم الله ثاني ارسل لي يقول لي خالد ابو رهف قال، يا الله ما في يا جماعه، خالد ابو رهف ده ما ناشط يا جماعه، يا اخواننا خالد ابو رهف ده زول بسيط عقله صغير البتة، زول بيشرب له في قهوه ما فاهم القهوه دي جات لشنو، ولا هو الله خلقه لشنو، ولا رسالته في الدنيا شنو، ولا الواو الذكر في السياسة شنو، ولا ذاته سوداني ولا أمريكي ولا إنجلي سكسوني، ولا هو ما فاهم ذاته، هو بس إنا وجدنا آباءنا على أمة، فهمت؟ هو زول بس بيشوف الناس صفقه بصفك، الناس قالوا هو قول، لا عنده موقف خاص، لا عنده رأي خاص، لا بتستفيد منه معلومة، لا بتلقى منه إرث، ولا هو بس اللهم زول قاعد يجوت يستطيع يجود 43 يوم لكن ما يستطيع يقدم معلومه قدر راس القلم ده. يوم واحد انا داير خالد ابو رهف يتكلم لنا عن حضاره السودان، يوم واحد انا داير خالد ابو رهف يتكلم لنا عن التاريخ الجيوسياسي في السودان، يوم واحد انا داير خالد ابو رهف يتكلم لنا عن البيروقراطيه في السودان، يوم واحد انا داير يتكلم لنا عن النخب الصفويه والاشكاليات، داروا يتكلم لنا عن الثقافة والأعراق وكيفية البناء والتطور والسفارة والعمارة. نحن دارين انه يوم يجي يتكلم لنا يخاطب لنا جذور الأزمة السودانية، يجيب لك من وين؟ هو قاري شنو؟ عارف شنو هو؟ يجيب لك من وين؟ ما حيقول الكلام ده. فكونه يشتمني ولا يسيني انا ما داير ارد عليه. ويا جماعة زول اللي بيشتم فيني من 2017 طلع اكثر من 3 لايفات، طلع بيبكي قال انا بحفي لي يا احمد الضي انا ظلمتك، خلاص قلت له العفو تاني يا هايم، برضه يعتذر تاني قلت له ما مشكله تاني يا هايم. فيا اخي خلوه يا جماعه، الزول ده ما لاقي نفسه، هو فتش داير نفسه هو ما لاقي نفسه، هو بيجوطه دي قاعد يرسل لكم استغاثه انه انا وين انا ما في انا كده، هو انتوا ما فاهمين الزول ده، الزول ده الناس وقت الرجال بيظاهروا هو بيتدس هناك وبحرش من برا، لكن عمره مع انه في مغتربين جو ثبتوا في ارض المعركه هنا ما كان في اي سبب يمنعه كذاب. قال شنو؟ قال جوازي كل عارفك مين عليك الخلق كذب ده، خلت تغشغش في الناس يا صاحبي، الناس دي بتحب الإثارة تعيل كده الجواط بس وبتشاكل ده وبتهاجم كويس، لكن ما في وعي ولا 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 خلاص. فأنا بقول لكم ما تنشغلوا، أبو رهف ده لو قال أي كلمة ما تأخذوه يا ناس، الرجل لا يفقه ما يقول
يا ناس الزول ده بحفظوه وبيمشي بيسمع ده قال في اللايف كده بيجي بحاكيه، وده قال في اللايف كده بحاكيه، وبيقرا منشور ده وبيجي بحاكيه، لكن لا بيقدر يتكلم لك عن كتب السياسه ولا الوعي ولا المجتمع ولا الفهم. دي اشياء لو والله تجيب جلطه تدخل المختفر اوعى خلاص، دي اشياء ما ذاته خلوه، ما تطالبوه انه يقولها، خلوه في الجوطه دي، دي اللي بيقدر لها العقل الان. فعشان ما نزعج نفسنا يلا شنو يعني، زي ابو رهف ده بيستعرض جهله للناس، هو ما عارف ولا يدري، ولا هو لا يدري ولا يدري انه لا يدري خلاص، هو بيجيب جود، هو ما عارف، كل ما يجود قاعد يظهر جهله جهله جهل 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 بدون وعي، وكلام كله غلط وما مرتب وما موزون وما عنده رؤية ولا استراتيجية. اللهم بس الناس صفق وصفق، ساير مع السايرين، راجع مع الراجعين، جاي مع الجايين، هنا بكرة الصباح تلقاه ثاني لا 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 فلان فلان فلان. فإحنا نتمنى إنه يفكر معنا في وطن يسع الجميع. يا هذه قال لي قال أتوقع إنه يشن عليك حملة، وش أني عليه حملة؟ قلت لك أنا ما قاعد أرد عليه ولا حارد عليه ثاني عليكم الله. وتاني قال لي جيتوا زول أبو رهف ده يا جماعة بجوط في 50 لايف بنبي سينا، انا يمكن ارد له واحد احتمال لا، فخلوه يجوب، خلوه، هو لا عنده رؤيه ولا عنده حاجه، زول لقى نفسه في اللايف لا عنده موهبه غير دي ولا عنده عمل ولا عنده حاجه، لا يقدر يعلق رياضيا، لا يقدر يتكلم سياسيا، ولا يقدر ما اعرف ليك شنو، بس زول بس لقى نفسه في اللايف، بس لقى نفسه هسه اللايف كان قطعوه من والله يموت البته، تاني يعمل شنو في الدنيا؟ تاني ما عارف حاجه هو. يلا لذلك ديل من النشطاء اللي بيستخدموهم زي البلي خلاص، بيطقشوا بين باقي النشطاء خلاص، زي ده ما عارفين انه زول ما عارف اي حاجه، بيجي بغشوه ساكت بيقول له قول 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 قول، هو مش كده كلام مش بيقوله، لا عارف وطنيه ولا عارف قوميه ولا عارف ليه حاجه اللهم. فعشان كده خلاص انا الكلام يمكن كثير جدا كويس وما داير اتكلم خلاص، لكن ما تنشغلوا بموضوعه ده اقل بكثير من اني انشغلكم خلاص، ما تنشغلوا بورانا. مرحبا يا صديق جديد، الله يحييك. هباني رجل مناضل على اللي قال يا محمد صديق، هباني رجل على اللي قال عنده فكره سياسيه رغم خلافنا معه لكن الكلام في المصيبه. مرحبا بك يا صديق جديد. ابو رهف ده خلي اول حاجه انا داير اتكلم موضوع بتاع ابو رهف انه يردمك ده خليه بيت. ابو رهف اول حاجه كان مزوج لبنانيه تمام، اي بس مزوج. بعيد عن الاشياء الشخصيه، مزوج لبنانيه وتم قتله مره بتاعه زوجته ده، قال له انت سوداني عبيد ده تزوج عليه، وتم قتله من ذاك مسكاه وجلته، والان موجود في كندا وقاعد بفكي ساكت. تمام صديقي منه، لكن يلا اوكي دي الحته الشخصيه. يلا احنا بنتكلم يا صديقي سودان، بس انت لما قاعد تيجي تدخل معنا في اللايف عندك فكره بتطرحها، عندك راي بتقوله وبتمشي تنوم. نحن ما دايرين الزول يستغل الله في الجوطة بدون توعية، يعني أي زول داخل يكون عنده هسه، أنت زول ما شاء الله عليك، لكن زي ده ممكن يشتت لك ساي الشغل ساي ما أعرف حاجة. أول حاجة ما تشتغل بأبو رهف ولا تشتغل بأي زول، أنت شيب إنك يعني قاعد تدافع عن وطنك، وعندك خبرة إنك توصل لناس، وعندك قضية إنك تقدر تعمل ده، بس شيب إنه ما تجيب الليلة يعني ناس بردموا في ناس ولا بيشتغلوا بالناس، يعني اي زول لو داير يشتغل خليه يخرج يشتغل، وداير تتكلم يعني قوم اتكلم، يعني لايف ده موجود وفيسبوك موجود وكل القنوات مفتوحه للناس، ما ممكن الليله تكون مندس وموجود في بيتك انك تجي تردم في ناس، فلان عمل كده وفلان عمل كده وفلان عمل كده، اخرج اتكلم، منو يمنعك؟ ما شارد يا هدى تمرق قدام البوليس، تمرق قدام اي مكان، يعني تخرج وتتكلم، والفيس ده مفتوح لكل الناس، تخدم حسب قدرتك، ده اللي انا دايرينه، بدل ما انك تكون مندس مسنجر راسك كده وتنتقد في ناس وما عارف اي حاجه، مش وجاي ما فاهم، لا عارف عن الرياده، لا عارف عن الثقافه، لا عارف عن السياسه، يعني بس انساني بس وخلاص، قالوا ثوره هاي ثوره مرقنا، يعني خلاص انتفتنا، قالوا حمدوك جابه ايوه جابه متخصص اقتصاد ايوه خلاص اوك ماشيين، يعني ده الهاجة اللي السودانيين ماشيين عن هنا، والناس قاعدين تسرقوا ثورتنا، والمهم كل ما يحدث ما يحدث شباب شيراتكم ملصقاتكم يا شباب، شيرات ملصقات لايكات، اللايك على اليمين يا جماعة، الناس تكتر على اليمين أسفل الشاشة، على اليسار أسفل الشاشة اللايك، الناس تبدأ طوالي، زايد ملصقات وشيرات في الجروبات يا شباب. ها تفضل يا صديقي. نعم، يعني عشان كده أنا قلت لكم أي زول لو عنده
كلام داير يقول اما داير يتكلم، يعني ده فرصتك تتكلم بدون لايف، تتكلم في الشارع، تتكلم في اي مكان، لكن ما تجي تنتقدني ساكت كده بس، فلان عمل كده، اوكو كروك، هو السودان ده كله ما عمل كده، هل ما عمل كده منه؟ حتى برهان عمل كده، وهيمتي عمل كده، ويهودا همدوك عمل كده، قوم انتقدهم ديل اول حاجه، قوم انتقد عليهم وسقطهم، لو سقطناهم هنا بنقدر نوقف الناس المندسين ورا الناس، وبقدروا بعمل الحاجات دي نقدر بنوقفها، لكن انتوا شايفين المجرمين كلهم قاعدين في الكراسي، تخلوهم تجي وتنتقد في المواطن وتديه زمن ساكت، تديه في تنتقد المواطن زيك وما عنده حاجة انه يقدر يعني يحددك وزمنك ماشي، مثلا هسه يعني تجي يعني تنتقدني انا وتدي زمنك ده كله فوقي انا وتردمني، يعني عملت شنو؟ عارف انه يعني مجرم يهودك، المجرم يهودك برهان وهمتي وحمدوك ذات وقائد يهودا، اي سوداني مات منذ مجيء حمدوك ما انا يعتبر انه حمدوك ذاته مسؤول عنه، لانه ما بقت سمينا من المسؤولية. يجي نعم حاجه عليهم، ثلاثه نعم صح كلامك صح. ها، حتى يلا اي يلا كده سوداني كده موضوع مدني ده، في ناس كتار دايرين الناس تعلق لهم عليه، في شباب كتار راجعين برضه انه راينا فيه وقلناه، يلا رايك شنو انت فيه الليلة؟ والله موضوع مدني ده موضوع يعني كلام، يعني انا والله شفت استاذ، انا لو يعني في مكان مدني قبل ما زول يقول لي ذاته انا انسحب من محل، لانه المدني ده انسان مجرم هو ومنافق، خلى انسان الموضوع لما مجرم طلع حد للرأي غير العام. منافق، شفت ده ما عنده وصف ذاته، قول له ده منافق وخلاص، اقسم بالله السودانيين انه يعني ما بينتقدوا، لا 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 اسمه ده لا لا المدني عباس مدني، يعني ما اعرف لهم ذاته يقول لهم شنو، يعني مدني بكامل مسؤولياته كان طلع في قنوات كلها، يعني انسان يعني مشارك في الحزب ده ولا عنده اي حزب منتمي انه ما يشارك في سلطه، وياي ياي ياي يومين ثلاثه جا سنجر عملوا كده زي مجنون كده، شفت هو يهود سلمه كده، وزير الصناعه ما اعرف قال يعمل شنو ذاته، ها ما اعرف هسه داير يعمل شنو، قال دولتنا ده قال منهاره، وما عارف قال له يعني والله شفت حكومة ده قال ما يقدر يعمل الا كل الحاجة مرة انتوا دايرينها بيضحكني بسرعة، دايما يا الدولة دي السودان انتوا مش انهار. فيه. اسمع انا شاكر لك جدا، انا شاكر لك، معلش ما اديناك الفرصه تكمل الكلام، لانه برضه في ناس دايرين يدخلوا وانا داير اختم. شباب 10 من صغط. خلاص 10 من صغط عشان نقدر نضيف يا جماعه، زائد شير اي يمين الشاشه على يدك وليس اسفل الشاشه على يدك اليمين. حامد انا عامل لك الان مشكله في الشبكه، عيدة تاني يا حامد. طيب بشير هات شباب من اي زول 10 شيرات، 10 شيرات بسرعه يا شباب، من اي زول 10 ملصقات، ملصقات بسرعه، زائد لايك اسفل الشاشه على يدك اليمين. طيب بشير عامل لك المكالمه جاتك ولا لا؟ يا جماعه اها دارين نتعشى يا جماعه، دارين ننهي اللايف قلنا نتعشى. يا احمد عبد الباقي الله يدخلك بس يتزعلك في المكالمه، مرحب بك ومرحب بكل الشباب. طيب خلاص قاعدين نحاول ندخل الناس كلهم كويس، ده قاعدين نحاول شنو ندخل الناس، لكن اي زول نقبل الدعوه لكن الشبكه، عشان كده ملصقاتكم يا شباب عشان نقدر ندخل اكبر عدد، او على الاقل المكالمه ما تقطع الصوت، ده من اي زول يعاين بس على يده الشمال اسفل الشاشه لايك، على يده اليمين شير، يعمل شيرات في الجروبات 1 2 3 4 اسي، ويكون متابع اللايف يكون شغال. يلا بسرعه يا شباب بسرعه، احموا اللايف احموا اللايف يا شباب بسرعه، بيقول لي الصوت بدأ يقطع فعلا يا ودي فعلا كويس، بسرعة ملصقات شيرات لايكات. طيب ندخل منو تاني؟ في منو يا حسام علي تقريبا، انا قاعد احاول ادخلك لي كم يوم بتجيني دعواتك، لكن الشبكه البته ما بتفتح معك كويس، وكثير من الناس بحاول ادخلهم الشبكه ما بتفتح معهم كويس، بس كده الان انا عامل لك الدعوه لكن للاسف الشبكه ايضا خلاص. طيب يا هود دي الدعوه جاتك، ده الزول ال 10 و40 بس في اللايف ده حاول ادخله ما قدر كويس، شيراتكم شيراتكم ملصقاتكم ملصقاتكم يا جماعه. هود انا عامل لك الاتصال، مشكلته شبكه يبدو لي، مشكلته شبكه ياسر، 200 عملت الدعوه الشباب ملصقات ملصقات ملصقات، من اي زول 10 ملصقات بسرعه يا شباب. طيب ياسر جاتك الدعوه؟
راح بيك ولا بي الله يحييك. طيب ياسر، قبل ما تبدا شباب، عشان المكالمه دي ما تتقطع من كل زول يا جماعه سامعني الان، صوتي واضح له؟ يا ريت 10 ملصقات يا شباب، 10 ملصقات بسرعه من اي زول، ما لزول زولين، لا من اي زول، عشان نحمي اللايف بسرعه يا شباب عشان ما تتقطع المكالمه. تفضلوا. مرحب بك يا ياسر، اهلا وسهلا، تفضل ياسر، مرحب بك، تفضل. تحية لكل الشباب الموجودين. اللايف الصوت قطع للأسف الشديد، الصوت قطع. طيب يا صلاح، جاياك كويس؟ مرحبا يا صلاح، مرحبا يا صلاح، عليكم السلام، تفضل. مرحبا يا صلاح، تسمعني؟ صلاح تسمعني؟ صوت ماشي. طيب عملنا لك الدعوه يا صلاح، شكرا لك يا احمد ابراهيم، بيقول لي عملت الدعوه اول المشاركه اللي هي في 12 جروب، شكرا لك يا اخي كثير، لك التحيه والتقدير. طيب لانه التعليقات فوق كثيره ما بنقدر نرجع لها كلها كويس، لكن الناس بس تساعدنا بالشير والملصقات، الشير والملصقات كويس، زايد لايك يسار الشاشه تحب. طيب ياهود، عملت لك الدعوة تاني، في منو يا جماعة؟ في منو؟ طيب زرو الدعوة هاي الشبكة فعلا، شبكة فعلا. محمد الباقي ده كارثة يا مدني الفارس الشجاعي، والله الله كارثة. مرحبا يا زروق، عليكم السلام، مرحبا عمر الضي، الله يحييك يا أخي، تفضل، اخبارك يا اخي؟ بارك الله فيك، تفضل. كيف حالك يا راجل؟ والله تمام، تفضل. صوتي قطع شوية كده. اي تفضل اتكلم. طيب مشكلة بتاع الشبكة. طيب يا ثاني عبد النصر، مشيت معايا كويس؟ ثاني كده الشبكه خلاص، انا كده قاعد احاول. لذلك يا جماعه بقول لكم، لو اي دور منكم عمل 10 ملصقات الشبكه دي بتتصلح. مرحب ياسر علي، مرحب ثاني. والله يعني انا ما عارف، كل ما نجي بتحصل مشاكل، انا ما عارف الجماعه اللي شغالين فينا كتير يعني. عشان كده انا قاعد اقول للناس ملصقات وشيرات، لانه بص اللايف قاعد يتعرض للهجوم. القحاطه ديل بهجموا في اللايف ده، استلمنا عباس مدني راسهم الكبير ده، لكن بنقطع له مره واحده. والله يا اخي الظلم بتاعه ما حبابه، ونحن سلميتنا زي ما بقولوا. مرحبا بك، اتفضل. نعم، يلا بالنسبة لمواضيع فض الاعتصام وما يخص فلسفة عباس مدني، ويا اخوانا القصة دي كلها كانت عبارة عن مسرحية اتمثلت في فترة ديسمبر بصورة عامة ومسلسل واخرجوه خلاص انتهى. ها نحن ما نجي نبرع، لا نبرع عباس مدني، لا نبرع حمدوك، لا نبرع حمدوك ذاته بفم المليان قال انا ما بستلم بلد فيها اعتصام. كويس، يعني حمدوك ذاته بلسانه مشارك في فض الاعتصام دي، واحد لانه وجه انه من الحريه والتغيير، اذا دارين تجيبوني فض الاعتصام، عشان كده الحريه والتغيير وافقت على فض الاعتصام عشان تجيب حمدوك هنا، دي واحد. اثنين، بالنسبه لمدني عباس مدني، مدني عباس مدني ده اخواننا زمان بيهرطق وبنط وبيجيب، لكن مدني عباس مدني هو ما داير يجي، هو ما داير يجي في وزاره، لكن مضغوط من ناس الهبوط الناعم ديل على اساس انه هو يجي في الوزاره المهمه دي ويحفظ لهم اموالهم وشركاتهم وحياتهم دي. تمام، معروف الشغل ده فوق رجال اعمال كبير كتار جدا وفوق راسماليين كتار جدا، اذا جاء احد ايش معنى يضغطوا ومسك مدني فقط يعني؟ ايش معنى ايوه يضغطوا مدني فقط يعني؟ مدني زولم، مدني بنفذ حاجاتهم، يلا هو فهمت؟ زوركم مدني والاجماع بنفذ الوطني حاجاتهم. تحديدا يعين. اديك الان لما جاء الحريه التغيير كانت فيها، انا ما بنظلم الحريه التغيير كلها، في شخصيات كانت وطنيه وعندها غيره على الوطن، في شخصيات جات لمصالح شخصيه،
ده واضح. الناس الوطنيين جاء عندهم قرار الوطن الان وقفوا يعني وطلعوا برا برا الشبكه، اما الناس اللي جايين للمصالح الان وصلوا لمصالحهم، ودي حاجه معروفه. والحريه التغيير كانت مجموعه بتاعت احزاب، مجموعه بتاعت احزاب، دي حاجه معروفه يعني، مجموعه بتاعت احزاب ما كانت عباره عن شباب، ولا كانت عباره عن مجموعه عاديه بتاعت ناس في لوتر، بس كانت احزاب. والاحزاب كانت اي حزب اخواننا بيجي لمصلحته، ما في حزب بيجي بيقول لك انا جاي عشان مصلحه الشعب او مصلحه اي فرد اخر. كويس. الواضح انه كان الدقير اللي هو رئيس حزب المؤتمر السوداني اللي بيقول ان احنا ما جايين من اجل المناصب ولا شيء، الان مقدم قائمه اربعينيه للولايات، وشفتها كلهم، مقدم قائمه اربعينيه للولايات. عشان كده الناس بدها تخاطر في الاحزاب، ولا تخاطر في حريه التغيير دي فشلت تماما. ها، وانا وصيت للشباب قوموا تاني ثوره وتاني مليونيه، ها، عشان تقدر تحافظ على حقكم. الثوره دي ما في ثاني، ما في ثوره، ابدا ثوره جديده، ها، من يوم 21 ده انا بعتبرها دي ثوره جديده. وانا اتواصل زي ما حصل في يوم 21، انا اتواصل ثاني في مشواره لقدام، وتعمل مليونيات 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 لحد تقدر تسترد حقوقه. والفتره الجايه يا اخوان، الان ملف السلام اتوقف، وحيجي يتكون مجلس تشريعي، عارف الكلام ده. الفتره الجايه دي لما نوقفه شهر، الشهر ده حيكون فوق تكوين المجلس التشريعي، عشان اطلع، عشان تحافظ على حقكم في المجلس التشريعي، اطلع مليونيه، ها، وقولوا دايرين حق في المجلس التشريعي. السلام ده، السلام اذا ما تم مع الجبهه الثوريه وما تم مع عبد العزيز الحلو واتفاق مع عبد الواحد، المجالس التشريعيه ما حتكون، لانه في اتفاق موقع على الكلام ده. ما في سلام، عارف الكلام ده، السلام ده فاشل. انا ما بشوف السلام الامس تم ده فاشل، ولو يقع هذا بعد سنه فاشل، ولو يقع هذا بعد، ليه؟ لان عبد العزيز الحلو ده، ها، قدامهم اثنين، يا دولة علمانية كاملة الدسم، ها، يا تحقيق المصير. بس يلا المسألة حتكون على انه الان الخطوة الدائرة يمشي فيها بالراحة، عفوا يا استاذ ياسر معليش، الخطوة الان الدائرة يمشي فيها في خط السلام، الان الرؤية بتاعت المجلس اللي هو منه حميتي المسؤول، هو فهموا انه ممكن يديه حكم فيدرالي في جنوب كردفان، يقبيه الشر بتاع الانفصال، ويقبيه التفلت بتاع قواته، ممكن لانه جيش جرار جدا وكبير جدا وعتاده كبير، وغير كده لهم حقوق يعني، وسودانيين من حقه. الحلو الان يبدو لي انه قد يصل لاتفاق، ونسال الله ذلك بدل الحرب. انا شايف هو الان عنده موقف واضح، قصه انه حكم فدرالي، واذا اديته ولايه معناته اديته فرصه انه يهيئ لشنو؟ نفس اللي حصل لجون قرن، حتدي فرصه هيهيئ لشغل بتاع تحقيق المصير، ده حاجه معروفه، والشغل ده فيه دول كثيره جدا، دول الصهيونيه موجوده قبل يوم فصل جنوب السودان، وحتحقق الانفصال جنوب كردفان، وحتفصل دارفور فيما بعد، وحتفصل الشرق فيما بعد. دي خطه يعني ما خطه عبد الحلو، خطه جايه من فوق، ها، وعبد الحلو ذاته مجبور عليها ومضغوط في الشغل ده، عشان ما تقدر تحط لنا النار بالعويش زي ما بيقولوا الناس. ده شغل مخطط، بس حاجه مخططه، عشان احنا ما نجي نوهم نفسنا ساي نقول في حيتحقق سلام وحيتحقق، ما في سلام. الصوت واضح عندكم؟ ما في سلام بيتحقق، دي حاجه انا بقولها على بال ثاني ده، وتابعوها بعد سنه، بعد سنتين. احنا اخوانا كل اتفاقات السلام التامه دي بعد الفشل، بعد بالفشل. واقوى خط بتاع سلام الان اخوانا سلام عبد العزيز الحلو، الجماعه كلهم دراكم والله، مش حركات مسلحه وبيسموهم كفاح مسلح وكل شيء، لكن ما بذات القوه حق عبد العزيز الحلو. كويس، ضعيفين وبيتباعوا ومعروفين انباعوا، دي حاجه ما دار كلام كثير، ها، اتباعوا ومعروفين، لكن عبد الحلو الان واقف في ثابت في موقفه، لسه ما انباع، لكن دلاك انباعوا، لكن عبد الحلو لسه ما انباع. كويس، وثابت في موقفه، عشان كده ده الان الناس موجهين عليه كل الحاجات ومعولين عليه كثير. انا شاكر لك جدا يا استاذ ياسر، وخليك عليك الله معانا برضو على الاتصال، ومعانا في مشروعات وصور عليه التحيه، والليله يمكن اول مره يتداخل معانا. بشير مشيت وين يا زول؟ تعال. كويس نختم. طيب حامد، ان شاء الله الشبكه غايته تسمح، الشبكه المزعجه دي للاسف ما في. طيب بشير، هاد ان شاء الله الشبكه تسمح الان. الشبكة، مرحبا يا بشير صديق، يا حبيبنا الأفاتار، واضح يا جماعة كويس
بشير ده المداخل ده واضح، لو واضح ملصقات يا جماعة ملصقات بسرعة. اتفضل يا أستاذ بشير، الله يحييك. حبيبنا أول حاجة تحية ليك، ونحن ما عرفناك اليوم ولا أمس، نحن بنعرفك من بدري، يعني بنعرفك من قبل الناس ما تعرف السياسة اللي عرفوها الناس بعد 6 أبريل ده، احنا عرفناك من بدري إما إذا ما كنت في الجامعة وكده. الله ف طرحك جميل وربنا يوفق، وأنا مصر طبعا جدا في موضوع الشباب المستقل، نعم لأنه احنا انا ما عايز اقول لك انا واحد من الشباب المطلعين، لكن انا قاعد اقرا وكنت يعني عارف تاريخ الاحزاب وكده، نعم فعايزين ان احنا نكون جسم مستقل ويعني يمثل الشباب، وانت يعني بالمناسبة دعوتك يعني ورسالتك قاعدة توصل لكل الناس. بتمنى التوفيق لك افاتار احمد، واحنا معاك وان شاء الله التوفيق. وبالنسبة لموضوع الحرية والتغيير ومدني عباس مدني والمسرحيات الحاصلة، طبعا انت كلامك كله حقيقة، انه في ناس وقعت على فض الاعتصام، وما في يعني ما في العسكر ما بيقدموا عليه خطوة الا تكون بمباركة من قوة مدنية، ما بي اصلا في حاضر قوة ياسين، نعم مدنية اللي هي قوة الحرية باركت الخطوة دي وقالت اوكي على فض الاعتصام، ونحن نطالب بمحاكمتهم. بالنسبة لموضوع مدني عباس مدني ده، أول حاجة هو زول نحن ما واثقين فيه، أنه هو قال أنا ما حاجي في الحكومة الانتقالية يعني. نعم فأنت بتجي إحنا نثق فيك كيف؟ أنت كذبت، كلهم كذبوا علينا، الحزب الشيوعي كذب علينا، جابوا ناسهم الآن وكلا وزارات وجابوا وزراء وعندهم مصالح شخصية، وانا بضم صوتي لصوتك انه في عنصريه متفشيه جدا جدا. احنا انا من ولايه النيل الابيض حاليا، مغترب خارج السودان، اتلاقيت معاك ايام المواكب نيل الابيض يا وفي لايف. اها نعم انا من النيل الابيض، واتلاقيت معاك في الغياضه في رمضان، وبس حاليا خارج سلام، السودان. تشرفني شديد يا بشاخي، فالنيل ما تقوم الابيض برضه بالشلال بس. مظلومه ومهم. لا 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 نعم بش، انا بعرف ان انت ساكن في الصالحه، وانا كنت في الصالحه واحتكيت بيك يعني، تمام لكن في الجامعه يعني ما شاء الله. انا طيب خريج النيل هندسه الابيض مدنيه، اكيد لقيت معاك في نسبة بيتكلمت قلت فيها تهميش، فعلا فيها تهميش. يعني حتى طيب النيل الابيض عطشان في مناطق فيها، هي قاعدة في النيل وعطشان. اكيد. نعم انا احنا زمان في الجامعه افاتار يعني، كنا قاعدين في الداخليه بتاعت الاسلاميه، معانا اولاد دارفور، يقول لنا يا اخي انتوا اولاد النيل الابيض ما يتكلموا، عندكم 3 مصانع وبيعوا لكم كيلو السكر كان ب7 جنيه في 2010. فكل الولايات، كل السودان هامش، وكل عموما يعني القريب مهمش اكثر يا احمد، ما بتغارن النيل الابيض بدارفور ولا اهلنا، نحن موجوعين عليهم جدا جدا، واصحابنا كثير من دارفور ومشينا هناك دارفور وشفنا الوضع وبحكوا المآسي، طيب ما اتحمشوا لك علاقة واتظلموا كلامك كثير. محمد عبد الباقي ده، زول تعليقاته ظريفة جدا، قال لك الإنغاز بدأت بكذبة، وأول كذبة لقحت هي عباس مدني. اول كذبة كلامه حقيقي جدا، انا ما قد ما اكون متابع التعليقات، لكن يعني كذبوا علينا يا احمد وسلمونا للعسكر يعني، نعم وشنوا حملة. انا دايما بقول يعني هم مرات يا حبيبتي شباب، لما دخل ملصقات ملصقات حشرة ملصقات من أي زول، صوت بدأ يتكسر. نعم حميتي لما دخلوا حمى السوار حمام بطيبته وعفويته وكل الناس اتكيفت منه، لكن لعبوا به بحكم السودان انه هو هسه شخص عسكري يهاجم بحت اكثر. يعني بحت يعني الله يا اخي اللي هاجم، وانا لا لا دايرين عفوا، يقولوا علي شنو يعني، انا لا حريه، ونحن الثوره طلعت دي كلها طلعوا ناس شباب مستغلين، عشان كده انا مصر على موضوع الشباب ان المستغلين، شاء الله انه ما في حد طلع ومحزب. وشفنا الجامعات، انت احمد يمكن تكون نديدنا في الجامعه يعني، نعم ما شفنا كميه بتاعت اعضاء يعني للاحزاب، تعبانين ما عندهم حاجه تعبانين. هو الجسم كثيره الشبابي بقى. لابد ينطلق خلاص من الشارع خلاص، ولا بد من انه الجسم المستقل. طيب يا بشير، انت ينضم معانا في جروب المستقلين في الواتساب، كويس، اللي هي الحركه ان شاء الله الشبابيه او حركه الشباب السودانيين دي، لان المستقلين فيها تسميات سياسيه ذات بيجت، فبالتالي اطرح افكارك معانا هناك، وان شاء الله كله خير باذن الله.
بالتوفيق، ونحن دايرينك يعني تخاطب لنا جذور الأزمة بتاعت العنصرية، من يعني بدأت هي الناس لو كانت مطلعة، بدأت زي ما قلت أنت قبل شوية في اللايف أنا متابع، بدأت من الناس 1898 وجابوا 21 كمان كافي. الاستعمار وزمن التعايش. يا أخي نحن يا أحمد المهدي، لما لو الناس قارية تاريخ صح، المهدي لما الناس اللي وقفت معاه من النيل الأبيض وغرب، مين اللي وقف معاه تاني؟ الناس شوهوا لهم التاريخ، ضللوهم يا أحمد، هو في ضللوهم مؤمنين فعلا كتير في التاريخ وكلام أيوة كتير ما صح قاعد يتكتب وكده. الغريبه في كتاب أيوة التاريخ يا بشير سنه ثالثه مكتوب انه لما الخليفه عبد الله التعايشي وصل السلطه، مكتوب في كتاب التاريخ انا بتذكر كان انه حملت الرايات من سكان النيل كانوا ما في شيء على راسهم ناس عبد الرحمن النجومي، ديل القبائل الشريفه النيلي، ده مكتوب في كتاب التاريخ بتاع ثالثه ثانوي، خلاص ده ما قلته انا كويس. قالوا انه لو كانوا فيه كانوا ارتكبوا مشكله لانهم ما دايرين التعايش، اذا معناها في اعتراف عنصري بشكل واضح بانه صح كان صح نعم صح 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 يعني احنا احمد احنا من النيل الابيض وممكن قريبين لكردفان، لكن يعني عارفين انه في عنصريه شديده. احنا اهلنا متزوجين من الغرب كتير ومن النوبه ومن الفور الحمد لله، ومتعايشين معاهم، عارفين في عنصريه ومورست من حتات معينه انت قاعد تذكر، يعني ما مقصر، مورس من حتات نعم معينه، وظلموا اهلنا كتير، ظلموا اهلنا كتير كلنا احنا، يعني طمسوا هويتنا، المذيعين من اتجاهات معينه، النكات من اتجاهات معينة، الشركات من اتجاهات معينة، ما الضباط من تيجي تقول اتجاهات الليل ما ده معينة. عنصرية وكلامكم ده عنصرية وما صح وتفرقوا الناس، هو يخلي هناك يبقى عميان من اللي بيحصل هنا ويجيك انت اللي بتكشف الحقيقة. أكيد أكيد انا شاكر فغايته، يعني هم أصلوا نعم للعنصر. خليك معانا دايما بشير صديق الزين كويس. شكرا لك كثير يا اخواننا، في ناس والله كسلانين ما بيساعدونا في الملصقات دي في يهودا زر واحد، بعدها كده ممكن تستمر 1 2 3 4 5 6 خلاص. ده مش معناه الناس ما بتعرف، لكن في ناس بتفتكر الموضوع ده بشغل عليها. ده ليه؟ ده عشان توصل رسالتنا للفيديو، ده عشان لما نتكلم يا اخواننا الصوت ما يكسر، الصوت ما يقطع، مش عشاني انا خلاص، الكلام ده من اجل انه الرساله توصل. خلاص على اسفل الشاشه على يدك اليسار الشير في كل جروباتك، اسفل الشاشه على يدك اليمين لايك للفيديو، خلي معانا الرساله توصل. نحن ان شاء الله في مواضيع كثيره جدا هنتكلم عنها في الفترات الجايه، في الساعات الجايه، في الايام الجايه خلاص. وقضيه الشباب المستقل ضروريه. حامد النصري، اوه عمر فون يا حامد النصري صديق الدراسه والاخ الجميل، لك التحيه. هاي ملصقات 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 يا نوري، كويس، لك التحيه والتقدير والتحية لكم كلكم. خلاص الرسالة، الشباب المستقل ما لم الآن يعلن عن نفسه ويكون جسم موازي بديل خلاص للهيمنة السياسية الحزبية فقط، بنبقى مشكلة. حامد عملت بنبقى في مشكلة حقيقية وما حتتحل لنا أي مشكلة، لأنه الآن اللي بيحصل ده صراع بتاع أحزاب بينات والضرب بتاع أحزاب. حامد النصري الصحة والأحوال، الله يكرمك يا ابو حميد، كتر خير والله. الشبكه سمعتنا صوتك في اللايف. هاي الشبكه دايما شغاله ضد، انا عارف حاصل شغل، معلش بس الله الصوت شويه يحييك. ملتهب وكده، ما اتمنى انه ما ياثر يعني. نعم الله يكرمك يا اخي، تفضل. طيب يا احمد الضي، السلام عليكم وعلى كل المشاهدين عندك في صفحتك. وصراحه نعم. يا احمد الكلام اللي بتقوله كله كلام صحيح، لكن طبعا الناس شويه يعني في ناس لسه بعيدين من المواضيع دي. الموضوع بتاع اللي اتكلمت فيه انت عن العنصرية وما العنصرية دي، طبعا متجذرة ومن بدري جدا في السودان من زمن الاستعمار وبعد الاستعمار. حتى الجنوبيين زمان في 56 كانوا رافضين للاستغلال، لانه بيعتبروا انهم يعني مناطقهم مهمشة، وكلامهم صحيح يعني. في فترة الاستعمار كان المناطق مكفولة معروفة، فكان عندهم طبعا الشماليين اشتغلوا فيهم شغل غريب جدا، ادوهم وظائف يعني زي الحاجه بتاعت رشوه، انه والله تقبلوا كده الاستغلال وكده، وادوهم وظائف مفتكرين انه كده بيحلوا المشكله، والمشكله ما اتحلت يعني. استمرت لحد ما جات الانغاز، عملتها شغل بتاع حريب وشغل بتاع، يعني على كل حال العنصريه هي موجوده، والناس لازم تواجه الحاجات دي بالحقائق بالمناسبه. زي احنا دايرين نكون دوله واحده، فلازم الناس تقول الحقائق دي وتحاول تصل لحل، لكن انا ما عارف الناس بتحاول ليه لما تقول عنصريه، فانت بتكون من يعني مرفوض لدى الناس وبيشوفوا الحاجه دي، لانه العنصريه موجوده حتى على مستوى يعني ولايات، على مستوى لايك الاقاليم شير والكلام ده موجود. لايك شير
نعم في حته ثانيه بتاعت انه حمدوك وما عارف لازم تفضوا الاعتصام بعد ذاك. انا اجي ده ما دليل معناه تفضوا الاعتصام بالقوه عشان انا اجي هنا. يعني انا ما قادر، الناس ما قادر افهم انه كيف حمدوك قال يا جماعه فضوا، يعني قال لهم فضوا بالقوه عشان انا اجي اكون رئيس وزراء ولا كيف؟ كلامك صح، ما قادر كلامك صح افهم. الفتره دي كان اشيل بحمل المسؤوليه للمجلس العسكري لانه هو كان الحاكم، حتى الحريه التغيير ما كانت حاكمه ما ولا حكم، حاكمه سياسي. لدينا التوقيع بيخطهم لنا الاثنين سوا. اوكي، لكن القانون بيقول لك لا يحمل المغفلين. يعني هسه انا لما جيت بعرف انه الزمن ده كان حاكم المجلس العسكري، صح ولا ما صح؟ حتى يلا الحريه التغيير بعدين ما كان. القانون دول وقع على فضل الاعتصام هيقول ده القانون لا ما يحمي خلاص هو المغفلين، هيتحاكم معاه هيتحاكم لكن جريمته بتكون اقل، يعني فهمت؟ والله يا اخي انا فالموضوع اها والله على لا قال لا حامي دول قال لي انا دايركت الحامي ده وقع لي على الورقه دي، وقعت لها وجاتك طلقه. اها يلا بس نحن، هنا انا ما يلا نحن شهيد. عايزين، يلا نحن عايزين من المجلس العسكري يكشف لنا الناس دي اللي كل المجتمع عشان نعرف انه المجرمين نعم دي منهم بالضبط. نعم احنا دايرين شجاعة شكله من داير المجلس تقلب العسكري الحزب انه الشيوعي ده يا اخي. اها والله كلهم على الاقل عشان السودان ده يبدا يبني بطريقة صحيحة، يعني ما نقلب نغطي النار بالقش زي ما بيقول واحد من الشباب. نعم فالمواضيع دي مهم جدا انها توضح للناس مين المتسبب في فض الاعتصام بالقوة الموضوع ده. بعدين كان المسألة بتاعت انه حميتي وبيدافعوا عنه وما بيدافعوا عنه، حميتي ده زول اول حاجة استخدموه ساي. انت نعم الناس لما تتكلم عن حميتي، حميتي ده رجل زول معروف سوداني، في حاجة اسمها جاي من اريتريا ولا جاي من غيره، البلد دي ما معروف فيها جنود ارنوط لها قاعدين، مشكلة شنو يعني جاي من وين ولا جاي من. زول سوداني معروف ابن بادية والكلام ده. وبعدين ذاته في بداية الرفع للسلاح حميتي كان كلام واضح وتقريبا موجود في قناة 24، قال يا اخي والله نحن يعني اضطرينا لرفع السلاح لانه صراحة كانت الحركات برضو اخطات لانها استهدفت قبائل معينه، وده السبب اللي خلى حميدتي انه يحمي على الاقل اهله. يعني يا طبعا انت يا شايف استاذ حامد، يمكن من النقاط اللي ما قاعد يتم نقاشها، يعني يمكن العناصر بتاعت العرب الرحل اللي هناك ذاته يتعرضوا برضه لاستهداف كبير جدا، برضه في ظلم حاصل، يعني دي برضه من النقاط الناس ما منتبهه لا معاها. لا مفترض، لا مفترض الناس تناقشها، يعني انت مو ممكن صحيح زول ساكن معاك في نفس المنطقه وهو مهمش نفس تهميشك يعني. وهذا ذات الحركات المسلحه اخطات في البدايه، يعني هم صحيح، عرب يعني عرب شنو يعني وفهمت عرب، هم اثنين مهمشين بيتهم برضه، هناك. صحيح واكثر صحيح ناس مهمشين بالمناسبه الناس حتى مناطق عشان بهايمهم مثلا تسرح فيها هنا ما عندهم يا جماعه الناس. فنحن ما نحاول نظلم الناس، وحميتي وحميتي وفي ناس قتلت الناس 156، شنو يعني حميتي كنت ثلاثه ولا اربعه يا ولا اخي انا بقى البشير اقول ده ابرد. براه قاتل 2 مليون في الجنوب، ما في زول ما انا شغال مثلا بالموضوع ده. هسه حيجي واحد يقول لك برضه ده واحد بيبرر، انا ما داري ابرر، لكن انا بيقولوا انه الجرم بتاع الناس اللي قبليه حتى لو ملاحظ ياسر عرمان ده مش ظلم متمرد، لما نيجي ينقضوه بينقضوه بطريقه كده انه زي اللي ما متمرد كده، اما باقي الناس بالضبط التانيين بيوصفوهم بكلمات كده يعني واضحه انها هي عنصريه يعني. فالمواضيع دي لازم تحدد ولازم تحسم، ونحن صراحه محتاجين لناس مثلا يتكلموا في الهامش كده، قيادات يعني حقيقية، ما قيادات ممكن تتباع، قيادات ممكن الكلام ده، مش والله عشان والله نحن القيادات بتتكلم مش بالهامش، والله والله تحتاج مراجعة هي ذاتها، والله صدقت. يعني نحن مش بنقول الكلام ده عشان دايرين نشن حملة على الشمال ولا على أي حتة ثانية، لا على الأقل دايرين نوزن الحكاية دي، ما يكون في ظلم تاني للناس هناك، نعم كلها الحتة دي على الأقل شكرا لك نوزنها. والله يا حامد، الله يكرمك، ودخولك معي عامل زي القهوة في الصباح كده يعني. الله يكرمك يا أبو حميد، الله يحييك يا تحدي على كل صديقي حال ما نلتقي إن ولكل شاء الله. ولكل الأسرة الكريمة ويا شباب. السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله نلتقي في وقت يا كريم، جاي مدخن شديد، خلاص جزاكم الله خير ونلتقي إن شاء الله.